اهلا بيكم طلاب ماده اناليتيكال تو فورم دي واناليتيكال لائحه قديمه. معاكم دكتور جون ماهر. في الفيديو ده هنشرح ازاي اعمل ديترمينيشن اوف زنك سلفيت سامبل. زنك ده نوع من انواع الميتالز وسولوبل ان الووتر، فبالتالي هشتغله كومبلكس متريك تايتريشن. لكن لو كان عندي حاجه مثلا زي زنك اوكسايد، ده ميتال لكن ان سولوبل، كنت هشتغله باك تايتريشن. برنسبل احنا كلنا عارفين ان عشان اشتغل كومبلكس متريك تايتريشن لازم يكون عندي بيزك ميديوم. فبالتالي اول حاجه عندي السامبل هتكون هي زنك سلفيت. رقم اتنين البيزك ميديوم اللي هستخدمه امونيا بفر اللي بترفع البي اتش ال 10. رقم ثلاثة الاندكيتور هيكون اي بي تي، ولازم طبعا استخدم الاي بي تي، ما ينفعش استخدم ميروكسايد عشان ده بيكون سيلكتيف للكالسيوم بس، يعني ما يقدرش يجيب غير الكالسيوم بس. واخر حاجه التايترون هيكون 0.05 مولر اديتا. ايه اللي هيحصل في التايتريشن؟ نبص كده على الايكويشن مع بعض. احط في الاول الزنك وعليه الامونيا بفر، بعد كده الاي بي تي، فهيتكون كومبلكس بين الميتال اللي هو الزنك والاي بي تي، وفي الحاله دي هيكون الاي بي تي في كومبلكس فورم وهيكون لونه واين ريد. بعد كده هعمل تايتريشن باستخدام ستاندرد، يكون هيكون كومبلكس اقوى من الكومبلكس اللي اتكون بين الزنك والاي بي تي. عشان كده اخترت الاديتا كتايترنت، علشان احنا عارفين الاديتا بتكون كومبلكس قوي جدا، بيعمل 6 كوردينيتنج بوندس، وكمان اللي بيعمله البوندس دي هي النيتروجين والاكسجين، اعلى 2 في البيزك كاركتر، وبيعمل كمان كليتس اللي هو الشكل في الفراغ، فبالتالي الكومبلكس اللي بيتكون بيكون قوي جدا. فاللي هيحصل ان الاديتا هتكسر الكومبلكس بين الزنك والاي بي تي، وهتاخد الزنك تعمل معاه كومبلكس ويطلع الاي بي تي فري بره، فبيتغير اللون بتاعه وبيكون في الفري فورم بلو. البروسيدور هجيب فلاسكه احط فيها 10 مللي من الزنك سلفيت، بعد كده بضيف 5 مللي من الامونيا بفر اللي هترفع البي اتش ال 10، بعد كده بضيف اي بي تي بحط منها فيو سبيكس. يعني ايه فيو سبيكس؟ يعني حاجه بسيطه جدا على طرف الاسباتيلا، وهو بيكون اصلا باودر. هي كده هتخلي الفلاسكه بتاعتي لونها واين ريد. هفضل احط فيو سبيكس حاجات بسيطه جدا واعمل شيك لحد اللون ما يكون واين ريد واضح بالنسبه لي. واين ريد يعني ايه؟ اللي هو احمر بتاع العنب الغامق. هبدا اعمل تايتريشن باستخدام 0.05 مولر اديتا لحد اول نقطه تديني بلو. كالكيوليشن percent concentration of zinc sulfate هتساوي الاند بوينت بتاعتي اللي اشتغلتها في الايكويفالنس في 100 على الفوليوم اوف السامبل اللي هو 10 مللي. شكرا ليكم، وهيكون في فيديو ديمونستريشن للتجربه.